اكتساب المعلومات. كيف يبدأ فعالية التطبيق؟ الإنسان يحب ياخذ معلومات أولية، يعني تعطيني إطار عام، يعني يعطيني مرحلة من بروك، يعطيني معلومات كافة عن الموضوع، يعني يعطيني معلومات. لا تعطيني تطبيق، أول شيء يعطيني بس توطية، بعدين خليني شرح، وريني رسمة، وريني كيف أستخدمها. معي يا شباب؟ وريني رسمة، كيف تستخدم هذا الموضوع؟ الرسمة يجب ألا تكون، تذكروا الرسمة يجب ألا تكون الإيضاح هذا، لا يكون نصوص. وريني برسمة، رسمة كيف أستخدم هذا الشيء؟ فلنقل أنا أشرح الآن، أشرح لي مثلا الآن المبتدأ والخبر. طيب لا توريني المبتدأ الخبر في التمرين، المبتدأ الخبر، لا، حطها لي عشان خريطة، ليش؟ عشان توضح لعقلي. فالطفل يبقى الآن شرح إيضاحي، ثم بعد ذلك يلا خليني أتأمل أفعل، تكوين الذاكرة خليني أجرب. يلا خليني انا اجرب كيف انا ارسم الرسمه دي، كيف انا اسوي الايضاح ده. عندك شيئين، في اشياء تطبيقيه تسوي تمرين، وفي اشياء لا، انا ارسمها بيتكون عندي مفهوم. ثم بعد ذلك عندنا مرحله التشجيع الوظيفي، يجيب سؤال ماذا تعلمنا؟ بعدين يجي الطفل حتى يسال سؤال ماذا تعلمنا؟ فيجمع كل المعلومات الموجوده فيه. على هذا الاساس قالوا عندنا في اي عمليه تعلم على مستوى العالم كم مرحله عندنا؟ خمس مراحل. تذكر خمس مراحل دائما. يبدا الدرس الحصة دائما تبدا بايش؟ تبدا الحصة أولا بتوطية، أتأكد فيها أن الطفل مهيئ للتعلم، تحفزه، هنا قالوا المرحلة الأولى مرحلة الإعداد، مرحلة التحفيز، تحفز الطفل للتعلم حتى يكون عنده رغبة للتعلم، أنا قال إذا ما عندوش رغبة للتعلم من يتعلم؟ حتى لو جبتها بالإجبار وجلستها ما يتعلم، خلاص؟ المرحلة الثانية عندي مرحلة إكساب معلومات، أعطيه معلومات أساسية، بعدين ابدأ وريه نموذج يشرح له الدرس، ثم بعد ذلك خليه يطبق تمرين بس أنا ماذا تعلمنا؟ تلك المعلومات ماذا؟ رسخت عند الطفل، هذا هي طريقة تفكيره. طيب على هذا الأساس بدأنا الآن نشوف مجموعة من العلماء اللي سيقومون بتطبيق هذا الأمر. خلينا نشوف نظرية عندنا سريعة وبعدين راح نسوي تطبيق عليها. واحدة من النظريات التطبيقية السريعة اللي عندنا، في نظرية عندنا اليوم نتكلم عنها اسمها نظرية، عندنا نظرية اليوم نسميها نظرية دورة التعلم. إيش دورة التعلم؟ بدأوا الآن يفكرون بدورة اسمها دورة التعلم. أي حصة عندك حصة دراسية وتعلم شيء، قالوا عندنا في دورة اسمها دورة التعلم، هذا النموذج العالمي موضوع المدرسة البنائية، فيه بالشكل التالي، أول شيء لقائي والأحبة هذا النموذج، طبعا هو بالشكل التالي، طريقة أخرى خلينا نخش على النموذج مباشرة. طريقة النموذج، أول مرحلة قال لك في الدرس، خمس دقائق أولى في الدرس، أنت عندك هدف أساسي، إيش هدف أساسي؟ ربط الطالب بالموضوع اللي هو يدرسه. ايش أهمية هذا الموضوع للطالب؟ ايش بيهتم في حياته؟ ايش مهم له؟ ايش بيحسره؟ ليش هذا الموضوع مهم؟ لا تبدأ تشرح الطالب الدرس حتى تربط الطالب بالدرس، يشعر الطالب هذا الدرس مهم بالنسبة له. اثنين، بعد ذلك هنا الطالب راح يسأل سؤال، لماذا نتعلم؟ ليش الدرس هذا بالنسبة لنا مهم؟ ليش أنت الآن ليش هذا الدرس تشرحه لي؟ ليش؟ فلذلك إذا جاوبنا على السؤال، سؤال لماذا؟ سننتقل للسؤال الثاني، استكشاف. ماذا تريدنا؟ ماذا نفعل؟ كيف نسويها؟ يعني انت الان عمليه استكشاف، احنا نستكشف الان نقوم بعمليه تعلم، ثم بعد ذلك عندي سؤال هو سؤال التفسير، هو سؤال كيف؟ كيف يتم الموضوع ده؟ كيف ينجح؟ كيف لا ينجح؟ ثم عندي سؤال اخر هو سؤال ماذا لو؟ ماذا لو تعلمناه؟ ماذا لو انه فعلا تعلمناه وصار عندي مفهوم هذا موجود لدي؟ ثم اخر شيء عندي مرحله التقويم، اني اقوم ما تعلمناه. نرجع مره ثانيه اقولها مره ثانيه نشوفها بشكل مختلف. انا اشرح للطلاب الان الوضوء. عندي درس اسمه درس الوضوء، جيد؟ أول مرحلة عندي، مرحلة واحد عندي، هي مرحلة سنقول والله الآن الارتباط. ما أهمية الوضوء بالنسبة للطالب؟ هذا أول شيء أنا سأجاوب عنه، سؤال لماذا يجب أن نتعلم الوضوء؟ خلاص؟ إذا الطالب عرف ليش الوضوء بالنسبة له مهم، سنبدأ الآن مرحلة استكشاف، ما هي شروط الوضوء؟ ما هي واجبات الوضوء؟ أنا أشرح نصيا الآن، ثم بعد ذلك سأبدأ أجيب الطلاب وأخلي الطلاب ماذا يفعلون؟ هم بأنفسهم يجربون الوضوء، فنقوم بعملية الآن تجريب، لما نجرب ليش فلان وضوء صحيح وليش فلان وضوء خطأ؟ ممكن حتى أنا عندما أتوضأ وأعمل أخطاء وأخليهم هم ماذا يفعلون؟ هم يسوون لي، ثم بعد ذلك في الأخير عندي مرحلة اسمها مرحلة التوسع، أن نوسع المفهوم ويصبح المفهوم عندنا أوسع أكبر بحيث يتوسع المفهوم، ثم آخر شيء عندي أن يصبح الطلاب هم يقيمون عملية الوضوء، كان صحيح أم الوضوء خاطئ؟ فأنا أعطيهم أنواع من الاحتمالات وماذا لو حصل بهذه الطريقة؟ إذا هذه الـ 5 S اليوم صرنا إيش نقول عنها؟ نقول عنها إن هي أساس عملية التعلم النشط. يعني اليوم هذه القاعدة عندنا هي الأساس عندنا في أي درس نغني فيه سنمشي على كم خطوة؟ خمس خطوات.
طيب نروح ناخذ واحدة عشان نسوي التمرين. قبل ما نسوي التمرين عندي تمرين لكم انتم يا جماعه. طيب كيف التمرين؟ احنا مش عارفين نوصل لان عندنا صار درس نبغى نجرب على شيء في الدرس. قلت ما تذكري ما يمكن تطبق هذه الطريقه التقليديه. كيف؟ احكي لكم قصه. تحكي قصه وتسوي تمرين. ايش رايكم؟ احكي قصه وسوي تمرين. مره من المرات شوف هذه الخمسه برا الفورمه ولا انفع اروح على اي اصلا.
الساعة يعني الظهر، وحنا
تلعب كورة. بعد الظهر قالوا تعالوا جينا، قالوا عندنا مسابقة ثقافية سريعة جدا عن الصحابة، احنا نحكي لكم سيرة ونقول من الصحابة. خلاص؟ سووا مسابقة سريعة جدا، سريعة جدا، تقول ثلث ساعة، ثم قالوا الآن كل واحد يروح يحطون هنا ياخذ ساعة، كل ثلاثة ياخذون ساعة، ساعة واحدة، جيد؟ وتروحون مع الأستاذ عند الحبلة، حبلة هي عبارة عن جرف 300 متر، يعني كأنه جبل كأنه جدار 300 متر، فرحنا وقفنا عند الحبلة كل ثلاثة سوا، إيش قال لنا الأخ الزميل؟ قال يا شباب كل ثلاثة نبغى نعرف الآن المسافة والوقت في الزمن. جيد؟ فنبغى ناخذ حجر، هذا في الوقت ما يسوي حجر سنتين فيه، سناخذ حجر وسنكتب